خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خوتنا قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والدعم، هو اللي يحفزنا خوتي على العمل وصنع فيديوهات والبحث والتجريب في عصافيرنا وتقديمها لكم كما نقول على طبق، لتستفيدوا ولتشاهدوا وتستفيدوا. خوتي نولوا الموضوع تاع تغيير الريش الجزئي للحسون. خوتي احنا كي نقدموا علاج ولا نقدموا معلومه نكونوا جربناها في العصفور تاعنا قبل خوتي، ونوري لكم النتيجه ان شاء الله. خوتي اسمحوا لي برك على التصوير، ما لقيتش مكان لوضع الكاميرا خوتي، لكن ستسمعون الصوت وتشاهدون. هذا العصفور اخواتي التي طرحت عليه المشكله تاع غيار الريش الجزئي، وقدمت لكم العلاج والحلول خاوتي في الحلقه السابقه، وقلت لكم ها واش ديروا واش ديروا، ماذا نعمل ماذا نعمل خاوتي. وجربت انا في العصفور تاعي خاوتي، والان رانا 8 ايام خاوتي كما راكم تسمعوا. العصفور بدأ في التغريد هو يحاول في بدء التغريد خاوتي، 8 ايام فقط خاوتي، ما زلنا متواصلين في العلاج لغاية 10 ايام او 15 يوم ان شاء الله يبدأ باخراج غناه كامل كما تلاحظون. هو يحاول التغريد ويرقص وهو كما يقولوا مهتم بريشه وبتنقية نفسه، لكنه مع ذلك يحاول التغريد وكذا. لتفكير خوتي، هذا الحسون هو ذكر تاع العام خوتي، كما يقول هذه مرحلة غير الريش الأولى له. هو صغير، عند انتهائه من مرحلة غيار الريش خوتي الأولى له، هذه هي. لا أدري ما حدث للعصفور في الليل، فزع من حشرة أو شيء، بدأ بالتخبط، سقط ريشه أخوتي فسكت، كان يغرد، كان بدأ بتصفية غناه فسكت أخوتي. كما قلت لكم خوتي أعطيت لكم العلاج تاع، ولكن اللي تعرف لأن غيار الريش الجزئي خوتي فيه سبب واحد هو الفزع وكذا، فيه كثير خوتي من الأسباب. لمعرفة ذلك يجب رجوع إلى الفيديو، سأترك لكم الرابط خوتي، الأسباب والعلاج والحلول وكل شيء خوتي. ولا تنسونا بالإعجاب خوتي والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.